معكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في افضل احوالكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا رغيف معمرين بطيه جديده ما كتخليش الحشوه تخرج. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تدعموني بلايك، تابوناو معايا في القناه ديالي وتشاركوها مع احبابكم ومع اصحابكم. كنحتاجو نص كيلو ديال الدقيق، ونص كيلو ديال السميدة رقيقة، الماء يكون بارد يكون عادي، سكر سنيدة حبيبات معلقة كبيرة، والملحة على حسب الذوق. نضيفو السكر والملحة ونخلطو الدقيق والسميدة ونضيفو الماء شويه بشويه. وانا كنعجن حتى نجمعو كل من بعد ما جمعت العجينه غادي نحيدها نحطها على سطح العمل ونبدا ندلك فيها شويه بشويه لمده 5 دقائق حتى تدلك مزيان ونرجع ان شاء الله. من بعد ما دلكتو مزيان غادي ناخد مول نحطو فيه ونغطيه لمدة 4 ساعة يرتاح ونرجع ان شاء الله. كنحتاجو الزيتون مقطع، فلفلة وحدة مقطعة، صدر الدجاج مقطع قطع صغار، فلفلة وحدة مقطعة مرصويات صغار تكون فلفلة كبيرة، بقدنوس، زيت الزيتون، الزنجبيل، فلفل أسود، الكركم والملحة. هناخدو مقلاة نحط فيها شوية الزيت واحد 3 المعالق، نحط بصلة نخليها تقلى شوية من بعد ما تقلات البصلة غادي نضيفو عليها فلفلة ونخليوهم يتقلاو بجوج واحد شويه قلات الفلفله مع البصله غادي نضيف عليها الدجاج اللي مقطع قطع صغار صدر الدجاج من بعد ما تقلى بصلة وفلفلة والدجاج غادي نضيف عليه الزيتون هاكو شوية ونضيف التوابل نبدا نضيف شوية بشوية التوابل ونضيف نص معلقة صغيرة ديال الزنجبيل وراس معلقة ديال الفلفل الأسود 4 معالق ديال الكركم
ملحة حسب الذوق، والبقدونس مقطع. حركوا الكل جيدا، خليوها شوية فوق البوطة ونطفيو عليها. الحشوة ديالنا هي واجدة، صافي نطفيو عليها، خليوها تبرد. من بعد ما ارتاح العجين غادي نكورو كويرات، غادي ندهن يدي بالزيت، ناخد قطعة نزيد الكويرات يكونوا كبار شوية، هاد القياس هذا. العجينة كلها انا غادي نكمل العجينه كلها اللي عندي بهذا التقطاع بنفس الكويرات هكا، ونخليها ترتاح 5 دقائق باش تساعدني انني نفردها، ونرجع ان شاء الله. من بعد ما ارتاحت العجينه غادي ناخذ وحده نفردوها زيت الزبدة، نحاول نشكلهم على شكل مربع. وناخذوا العجينه بهذه الطريقه، نيوها لحد هنا ونرجعوها. نجيبو العمارة ديالتنا ونحطوها نفردوها، كلها في الجناب اللي متنية. ناخدو هاد الجهة هادي ونقلبوها عليها بحال هنا، نغطيوها بها. نيو هاد الجهة لهنا، نيو الجهة الأخرى لعندها، ونهزوها نقلبوها ونتنوها تجي بحال هكا. نعاود وحده اخرى، وكتجي مورقه ما كتخرجش الحشوه،
ناخذ الجناب ديالها نشدها حتى النص ونرجع نقلب. هاد الطيه هادي كتساعدنا ما يخليش العمارة تخرج. ونغطي بالجهة الأخرى هكا مع شوية ديال الزبدة والزيت، ونقلب هاد الجهة لهنا الجهة الأخرى لهنا ونثنيها بحال هكا. نكمل أنا الرغيفات اللي عندي كلهم ونتلاقاو من بعد إن شاء الله. من بعد ما كملت الكمية العجينة كلها اللي عندي حطيت المقلاة سخون وغادي نحط فيها رغيفة بعد ما نكون طرقت عليها ونخليها تطيب. من تطيب على الجهة لتحت نقلبوها خليوها تطيب. من بعد ما طابت تحمرات من التحت ومن الفوق وما كيجيوش شاربين الزيت غادي نحطو فوق وراق وغادي نفرد وحده اخرى ونحطها في المقله خليها غير تشد راسها ونقلبها وخليها تطيب من التحت حتى نكمل الكميه كلها لين. من بعد ما كطيب ما كتجي لا معجنه لا والو هانتي كتجي مورقه. غادي نحيدها ونفرد وحده اخرى ونحطها نكمل كل الكميه اللي عندي ونرجع نشوف الشكل النهائي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة سمية. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا تحلية رمضانية بمذاق الحامض. تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير. الى عجبتكم وصفة اليوم ما تنسوش تدعموني بلايك وتابعونا معي في القناة ديالي. كنحتاجوا 500 ملل ديال الحليب، 3 المعالق ديال السكر سنيدة حبيبات، 3 المعالق ديال الدقيق، وقشور حامضة. ناخذ كاسرول نحط فيها الحليب نخوي عليها السكر سنيده ونخوي عليها الدقيق 3 ديال المعالق وناخذ مبشره ونبشر غير الجلوف غير القشره ديالتها. حيت القشره ديالها تعطيها نكهه جميله. نحركهم جيدا حتى ما يبقاوش يبانوا الحبيبات ديال الدقيق. ونديه فوق النار يطيب مع التحريك حتى يتقاد. غادي نبدا نحرك فيه حتى يتقاد
الخليط ديالنا بدا كيتقال، مع التحريك دائما تقال غادي نطفيو عليه البوطه ونحيدوه فوق منه. من بعد ما حيدت الخليط ديالي كيجي بهاد القوام هذا. عصرت ديك الحامضه عطاتني نص كاس، غادي نخوي ربع كاس فوقها مباشره من بعد ما نحيدو. خلط مزيان وهو باقي سخون مباشره من بعد ما نحيدو فوق البوطه، وغادي نضيف شويه ديال الكركم. الكركم كيبقى اختياري غير شويه ماشي بزاف، كيبقى اختياري لكم بغيتو تضيفوه ضيفو، ما بغيتوش ماشي مشكل. وغادي نجيب كؤوس نخوي فيهم، انا عطاني 4 ديال الكؤوس حيت عندي كؤوس كبار. نتوما بغيتو ديروهم في كؤوس صغار ديروهم في كؤوس صغار تكون سهل الكويسات. في الطبقه الثانيه نحتاج 2 معالق ديال السكر، الفلو بنكهه الفانيلا، كاس كبير ديال الماء 150 مليلتر، وربع كاس ديال الحامض. في كاسرول غادي نخوي كاس الماء، نضيف عليه 4 كاس ديال الحامض، نضيف 2 معالق ديال السكر، نضيف ليه الفلو فاني، ونخلطهم جيدا ونحطهم على النار حتى يتقال الخليط مع التحريك. من بعد ما وجد لنا الخليط ديالنا غادي ناخدو ونخوي على الكويسات، ندخلو الثلاجة يبرد ونتلاقاو من بعد. من بعد ما دخلته الثلاجه وبرد ها الشكل النهائي، كيجي فيه داك مذاق الحامض منعش. نتمنى وصفات اليوم تعجبكم، نتمنىكم تجربوها وبالصحه والراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتي قناه سوميا. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا شوربه ديال البروكولي اللي هو القرنبيط الاخضر. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تدعموني بلايك، تابوناو معايا في القناه ديالي، تشاركوها مع احبابكم ومع اصحابكم. عندنا 2 لتر ديال الماء حطيتهم يدفاو ويسخنوا، 250 غرام ديال البروكولي مقطع صغير، غادي نضيف عليه الملح على حسب الذوق، وغنخليه يتسلق.
هنخليه يتسلق لمدة ربع ساعة. من بعد ما تسلق البروكولي غادي نضيف عليه 250 مليلتر ديال الحليب، ونخليه يسخن شوية. من بعد ما الحليب سخن خديت 3 المعالق ديال الدقيق، خلطتهم مع الماء، خلطتهم مزيان حتى ولاو بهذا القوام هذا، وغنبقاو نضيفو شويه بشويه مع التحريك. باش ما يلصقش لينا في القاع ديال الطنجره، نحرك مع التحريك دائما. نقصو البوطة ونخليوه يطيب على خاطر. من بعد ما طابت حيدناها فوق البوطة، هاكي كتجي لذيذة ورائعة. اللي داقها كيشكرها وكيحماق عليها. نتمنى وصفات اليوم تعجبكم، ونتمنىكم تجربوها بصحة وراحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة سمية. اليوم إن شاء الله غادي نصايبوا الخبز البيضة التركي. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. إلى عجبتكم وصفة ديال اليوم ما تنسوش تدعموني بلايك، تابوناو معايا في القناة ديالي، تشاركوها مع أحبابكم ومع أصحابكم. كنحتاجو نص كيلو ديال الدقيق، كيس ديال خميرة بيكن باودر، معلقة صغيرة الملحة أو الملحة على حسب الذوق، معلقة كبيرة ديال السكر، بياض بيضة، معلقة كبيرة الخميرة ديال الخبز، 2 معالق ديال الزبدة، والحليب دافي للعجن. ناخذ الخميرة نخويو عليها شوية ديال الحليب ونخليوها تفاعل، نخليوها تفاعل مزيان ونحطوها على جنب. ناخذ الدقيق نضيفوا ليه خميره الحلوه والسكر والملحه، نضيفوا ليه الزبده 2 معالق، نخلطوا الكل جيدا. نضيفوا ليه الخميره، نبداو نضيفو الحليب شويه بشويه. بشويه نجمعوه حتى نجمعو الدقيق كله. انا كنضيف الحليب وانا كنجمع، كتجمع معانا العجينه.
من بعد ما جمعتو كله ودلكتو شويه غادي نغطيه ونخليه يرتاح نص ساعه كامله، ضروري يرتاح نص ساعه كامله ونرجع ان شاء الله يا ربي. من بعد ما خلينا العجينه ارتاحت نص ساعه غادي نحيدوها، نقطعها الى كويرات صغار، الشكل هذا القياس اللي بغيتو نتوما. ونرجع نخليها ترتاح 10 دقائق او ربع ساعة ونرجع ان شاء الله. من بعد ما خليت العجينه ارتاحت لمده ربع ساعه غادي ناخذ وحده نطرق عليها، ونحطها في صينيه. ناخذ وحده اخرى نطرق عليها حتى نكمل هاد الثلاثه اللي بقاو ليا كلهم ونرجع ان شاء الله. غادي ندوزو للتزيين ديالها غير بطرف الاصابع ديالنا، حنا كندورو الصينيه وكنضغطو مزيان غير بطرف ديال الاصابع. ناخدو سكين ما نوصلوش حتى للصينيه، غير من الفوق من الفوق نزيدو الجهه الاخرى، قلبوها بالعكس ديال الخطوط الاولى. ونغطيوها ونخليهم يخمروا لمده ساعه. انا نكمل الخبيزات اللي عندي كلهم بحال هكا ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يخمر. من بعد ما خمرت خليتها ساعه عندي الزنجلان، خديت الزنجلان ابيض اللي هو السمسم، عندي الحبه السوداء، عندي صفار بيضاء، غادي ندير معاها شويه ديال الحليب، نخلط معاها شويه الحليب ونبدا ندهنها شويه بشويه حتى ندهن الخبزه كلها، وندخلها الفران مسخنه على 350 حتى يطيبوا ونخرجوهم. انا صراحه ما عارفاش المده ديال الوقت شحال يطيب حيت على كل فرن وشحال المده ديالتو. دهنا كلها حتى الجوانب ديالها، نحاول ندهن كلها. غادي ناخذ السمسم نحط ناخذ الحبه السوداء حتى هي
وندخلها الفران. انا نكمل الخبيزات اللي عندي كلهم بهذه الطريقه وندخلهم الفران ويطيبوا، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيب. من بعد ما طاب الخبز هالشكل النهائي، كيجي لذيذ ورائع وكيجي رطب، كيجي مثل القطن. هاكي كيجي، غنقطعو معاكم وحدة. هاكي كيجي، كيجي قطني. نتمنى وصفة اليوم تعجبكم، ونتمنىكم تجربوها بصحة وراحة، ونشوفكم وصفة تانية ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في افضل احوالكم. رمضان مبارك كريم، كل عام وانتم بألف خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا ميني بيتزا وكيفيه الاحتفاظ بالعجينه ديالها في المجمده. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. الى عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش تدعموني بلايك وتابوناو معايا في القناه ديالي، تشاركوها مع احبابكم ومع اصحابكم. عندنا نص كيلو ديال السميدة رقيقة، ونص كيلو ديال الدقيق، جوج معالق ديال الزبدة كبار، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، معلقة كبيرة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال الخميرة، كاس الحليب دافي كاس كبير، وكاس كبير ديال الماء دافي. ناخدو إناء نحطو فيه الخميرة، نضيفوا عليها شويه الماء دافي، نخلطوها مزيان، ونحطوها على جنب تفاعل شويه. نخلط الملح والسكر مع السميده والدقيق، نخلطوهم جيدا. نضيفوا عليهم الزبده بحاره المطبخ، وندخلوها مزيان في الدقيق والسميدة. من بعد ما دخلنا الزبدة مزيان في السميدة، خلطناهم والدقيق خوي الخميرة، ضفوا عليها شوية ديال خلطوا الكل جيدا، نضيفوا الحليب دافي، وبدا نضيفو الماء شويه بشويه تدريجيا حتى تجمع لينا العجينه. من بعد ما جمعتها غادي ناخذها نحطها على سطح العمل، وغادي ندلكها مزيان حيت فيها السميده خاصها تدلك مزيان، عندك لمده 7 دقائق مع اضافه الماء، ونرجعوا ان شاء الله. من بعد ما دلكتو هاكي كيجي، غادي نحطو في طاوه، نحطو في مول، ونغطيه لمدة 4 ساعة يرتاح، ونرجعو ان شاء الله. من بعد ما ارتاحت العجينة غادي نقطعوها الى كويرات، بسم الله، انا نكمل العجينة بتقطع كلها ونغطيها ونخليها ترتاح مدة 5 دقائق، غير 5 دقائق وغترتاح، ونرجعو ان شاء الله. من بعد ما ارتاح العجين غادي نطلقوه، نستخدمو المدلك،
حرقوها مزيان حتى تولي رقيقه. عندي هاد جوج قطاعات هادو غادي نستعملهم بجوج. نحيد الجوانب ديالهم ونجمعها حتى نعاود نستعملها. ناخذ طاوة نحط فيها نتقبهم بالشوكة فرشيت نقبهم كلهم وندخلهم الفرن مسخناهم على درجة 350 وما نخليهمش يتحمروا غير بحال يتسهدوا. يلا ياخذوا العافية شوية ونخرجهم. ناخذ كرة واحدة اخرى بنفس الطريقة نطلقها بالمدلك تولي رقيقة ونقطعها بالقطاعة ونتقبها بفورشيت وندخلها الفران لكي ما يطيبوش غير ياخدو غير يشدو فراسهم شوية وخرجهم ما خليهمش يتحمو. انا نكمل العجينة اللي عندي كلها ونرجع ان شاء الله من بعد ما نخرجهم من الفرن. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي ديال العجينه هالكميه اللي كتعطيني كتعطي كميه وفيره النص غادي نصايبو معكم دابا والنص غادي نخبيه في كونجيلاتور. غادي نديرهم في علبة نديرهم في كونجيلاتور ونص لاخر غادي نعمرو دابا حداكم. في لاصوص كنحتاج طماطم بصلة واحدة محكوكة بقدنوس مقطع نص معلقة ديال الفلفل الأسود نص معلقة ديال الكركم نص معلقة ديال الزنجبيل الزعتر الزيت الزيتون والملحة. بالنسبة للحشوة احتاج كفتة ما يكونش بزاف شوية حيت غندير غير شوية ديال البيتزا كاشير مقطع الزيتون مقطع والفرماج محكوك. ناخذ كاسرول حطيت فيها طماطم نضيف عليها بقدنوس مقطع نضيف عليها بصله واحده محكوكه نضيف زيت الزيتون ملعقة كبيرة نضيف كركم وفلفل أسود والزنجبيل الزعتر نحكو شوية بين يدينا نضيفو حتى هو نضيفو الملحة نسيتها عفوا
ونخلطوا الكل جيدا، خليهم يتقلاو شويه. من بعد ما تقلات مزيان نضيفوا عليها الماء ونخليوها تطيب. ها الصوص ديالنا من بعد ما وجدات، وعندي الكاشير والكفته الزيتون والفرماج، وغادي نبدا نعمر ان شاء الله. نضيف عليه شويه ديال الزيتون، شويه ديال الكاشير، الكفته، نضيف الفرماج، ونكمل جميع البيتزات اللي عندي اللي غادي نحتاج بهذا الشكل. ونرجع ان شاء الله. من بعد ما عمرتها وطيبتها على الشكل النهائي كتجي جديده ورائعه. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم، نتمنىكم تجربوها بصحة وراحة. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في افضل احوالكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا رغيف معمرين بطيه جديده ما كتخليش الحشوه تخرج. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش داموني بلايك، تابوناو معايا في القناه ديالي وتشاركوها مع احبابكم ومع اصحابكم. كنحتاج نص كيلو ديال الدقيق، ونص كيلو ديال السميده رقيقه، الماء يكون بارد يكون عادي، سكر سنيدة حبيبات معلقة كبيرة، والملحة على حسب الذوق. نضيف السكر والملحة ونخلطو الدقيق والسميدة، ونضيف الماء شوية بشوية وأنا كنعجن. نجمعوا كل من بعد ما جمعت العجينه غادي نحيدها، نحطها على سطح العمل ونبدا ندلك فيها شويه بشويه لمده 5 دقائق تدلك مزيان ونرجع ان شاء الله. من بعد ما دلكتو مزيان غادي ناخد ونحطو فيه ونغطيه لمدة 4 ساعة يرتاح ونرجع ان شاء الله. كنحتاج الزيتون مقطع، فلفلة وحدة مقطعة، صدر الدجاج مقطع قطع صغار، فلفلة وحدة مقطعة مرصويات صغار تكون فلفلة كبيرة، بقدنوس، زيت الزيتون، الزنجبيل، فلفل اسود، الكركم والملحة.
ناخذ مقلات حط فيها شويه الزيت وحط ثلاثه المعالق نحط بصله نخليها تقلى شويه من بعد ما تقلات البصله غادي نضيفوا عليها فلفله ونخليوهم يتقلاو بجوج واحد شويه قلات الفلفله مع البصله غادي نضيف عليها الدجاج اللي مقطع قطع صغار صدر الدجاج من بعد ما تقلى بصلة وفلفلة والدجاج غادي نضيف عليه الزيتون هاكو شوية ونضيف التوابل نبدا نضيف شوية بشوية التوابل نضيف نص معلقة صغيرة ديال الزنجبيل وراس معلقة ديال الفلفل الأسود ربع معلقة ديال الكركم ملحة حسب الذوق والبقدنوس مقطع حركوا الكل جيدا خليوها شويه فوق البوطه ونطفيو عليها الحشوه ديالنا هي واجده صافي نطفيو عليها خليوها تبرد من بعد ما ارتاح العجين غادي نكورو كويرات غادي ندهن يدي بالزيت ناخذ قطعه ندير الكويرات يكونوا كبار شويه هذا القياس هذا العجينه كلها انا غادي نكمل العجينه كلها اللي عندي بهذا التقطاع بنفس الكويرات هكا ونخليها ترتاح 5 دقائق باش تساعدني انني نفردها ونرجع ان شاء الله من بعد ما ارتاحت العجينه غادي ناخذ وحده نفردوها زيت الزبدة نحاولو نشكلهم على شكل مربع
ناخذ العجينه بهالطريقه من هذا الحد هنا ونرجعوها. نجيبو العمارة ديالتنا ونحطوها نفردوها كلها في الجناب علي متنية ناخذ هذه الجهه هذه ونقلبوها عليها بحال هنا نغطيوها بها نيو هذه الجهه لهنا نيو الجهه الاخرى اللي عندها ونهزوها نقلبوها وتجي بحال هكا نعاود واحدة أخرى وكتجي مورقة ما كتخرجش الحشوة ناخذ الجناب ديالها نشدها حتى النص ونرجع نقلب هاد الطيه هذه كتساعدنا ما يخليش العماره تخرج غادي نعمرها نحط العماره نديرها بيدي احسن ونغطي بالجهه الاخرى هكا مع شويه ديال الزبده والزيت ونقلب هذه الجهه لهنا الجهه الاخرى لهنا ونثنيها بحال هكا نكمل انا الرغيفات اللي عندي كلهم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. من بعد ما كملت الكميه العجينه كلها اللي عندي حطيت المقله سخون وغادي نحط فيها رغيفه بعد ما نكون طرقت عليها ونخليها تطيب من تطيب على الجهه التحت نقلبوها خليوها تطيب من بعد ما طابت تحمرات من التحت ومن الفوق وما كيجيوش شاربين الزيت غادي نحطو فوق وراق وغادي نفرد وحده اخرى ونحطها في المقله خليها غير تشد راسها ونقلبها وخليها تطيب من التحت حتى نكمل الكميه كلها لين من بعد ما كطيب ما كتجي لا معجنه لا والو هانتي كتجي مورقه
غادي نحيدها ونفرد وحده اخرى ونحطها نكمل كل الكميه اللي عندي ونرجع نشوف الشكل النهائي ان شاء الله. من بعد ما ساليت الرغايف كلهم بالطياب هالشكل النهائي كيجيو صراحه ما كيجيوش هازين الزيت، كيجيو لذادين ورائعين. نتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم وبصحه وراحه، ونشوفكم وصفه ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في افضل احوالكم. رمضان مبارك كريم، كل عام وانتم بألف خير يا ربي. ان شاء الله يدخل لنا بالصحه والسلامه والعافيه وبطوله العمر وبكل ما كتمناو. ان شاء الله اليوم غادي نصايبوا شباكيه بدون تشباك وبلا تعب. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. الى عجبتكم الشباكيه ديال اليوم ما تنساوش دعموني بلايك وتابونا معايا في القناه ديالي، تشاركوها مع احبابكم ومع صحابكم. كنحتاجو كيلو ديال الدقيق، دقيق قرطب كيلو كامل، جوج كيسان ديال الزنجلان سمسم. اللي بغى يدير اللوز يدير كاس اللوز وكاس الزنجلان، يكونوا مطخوقين مزيان مطحونين مزيان. كاس غير مملوء ديال الزيت، زيت نباتيه. كاس غير مملوء ديال الزبده مذوبه. ربع كاس ديال الخل، انا كندير الخل الابيض، عندي الخل الابيض. كاس وربع ديال الماء الزهر 250 مللتر، استعمل هذا الخل هذا ماء الزهر عفوا. معلقه كبيره ديال النافع اليانسون، معلقه كبيره ديال القرفه، الزعفران شعره الا كان عندكم الزعفران عادي ديروا غير الزعفران العادي، معلقه صغيره ديال الخميره وصفار بيضة. اول حاجه ناخذ الخل نحط فيه الزعفران شعره باش يطلق داك اللون ديالو، نخليوها على جنب. ناخذو قزعه نحطو فيها الدقيق، نضيفو عليه الزنجلان، جوج كيسان عامرين ملوئين مزيان، نضيفو معلقه كبيره ديال النافع اليانسون، معلقه كبيره ديال القرفه، كاس غير مملوء ديال الزبده، كاس غير مملوء ديال الزيت نباتيه. ندمجوا داك العناصر مزيان حتى يدخل داك الزيت في الدقيق ويندمجوا دوك العناصر اللي درنا كلهم. من بعد ما خلطناها مزيان ندمجوا دوك العناصر كلهم، غنخليوها على جنب. ناخذوا كاسرول نحطوا فيها كاس وربع ديال الماء الزهر، ومن
ناخذ داك الخل اللي درنا فيه الزعفران نصفيه ونحطوهم على نار غير يدفعوا باش نعجنوا بهم العجين. غادي نحطوا بيضه صفر بيضه غير صفر شويه ديال الخميره غير راس معلقه نخلطوهم شويه غادي نضيفو ماء الزهر والخل من بعد ما سخن شويه غيدفى نجمعو به العجينه من بعد ما جمعتها غادي نقطعها القطع وغادي نحاول نشكلهم مربع غادي ناخذ القطعه مع المدلك بهذه الطريقه نطلقهم نجمعهم على شكل مربع نكمل العجينه كلها اللي عندي من بعد ما ساليتهم غادي نحطهم في الصينيه او في نفس القصعه وغادي نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليوهم يرتاحوا لمده 10 دقائق ونرجعوا نخدموهم ان شاء الله من بعد ما خليتها ارتاحت 10 دقائق رشيت شويه ديال الدقيق باش نطلقها غادي نطلقها غير بالدلاك بالمدلاك انا ما عنديش الاله باش تطلقوها نطلقها غير بشويه يولي السمك ديالها رقيق كل ما جات الشباكيه متوسطه ما تجي لا غليظه لا رقيقه كتجي حسن
من بعد ما طلقتها ولات بهذا السمك هذا، غادي نحيد ليها الجوانب ديالها. غادي نقطع الجوانب بهذه الآلة هذه ديال الشباكية. خليه مربع نقاط. وندير خطوط طويلة تكون متساوية. كله نديرو خطوط متساوية بحال هكا. من بعد ما قطعت المربع كله خطوط، ندير وحده فوق وحده، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، نديرو خمسة، يكونوا خطوط متساوية، ونقطعهم إلى قطع بقياس الشباكية اللي بغيتو. وبداو نشكلو بلا تشباك بلا والو، كتجي هاك. ضغطوا عليهم من الجناب مزيان باش ما يتحلوش في القلي. الا كانوا ملاصقين كلهم بالموش شويه تجي بهاد الشكل. نديرو وحده اخرى، حلوهم عاوتاني بالموس. ديرو بحال هكا حتى نكمل الكمية اللي عندي كلها بهاد الطريقة. وهاد الطريقة كتجي سهلة بلا تشبك بلا حتى حاجة. من بعد ما ساليت الشباكيه بالتشباك، خديت الزيت حطيته في كاميره وفي كاسرول سخن مزيان. عندي العسل، عندي زنجلان سمسم، وجبت صفاي باش نحط الشباكيه تسخطر من العسل فيه. غادي نبداو ان شاء الله. الزيت واش سخن؟ سخن مزيان. غنقصو البوطة من بعد ما سخن، وغادي نبدا نحط وحدة بوحدة.
من بعد ما تحمروا غادي نحيدوهم نحطوهم في العسل. ونعمرو عاوتاني البوب، نعمرو عاوتاني البنينة المهم من جديد. غنخليها تعسل شوية، خليها تعسل شوية ونحيدها نسطرها، ندير عليها الزنجلان. نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. من بعد ما ساليت الشباكيه ديالي كلها بالقلي حطيتها في العسل وزينتها بشويه الزنجلان، ها الشكل النهائي. كتجي لذيذه ورائعه، كتجي هشيشه كتذوب في الفم. نتمنى وصفة اليوم تعجبكم، نتمنىكم تجربوها وبصحة وراحة. هاكي كاتش، شوفكم ان شاء الله في وصفة تانية. السلام عليكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في افضل احوالكم. رمضان مبارك كريم، كل عام وانتم بالف خير يا ربي، يدخلنا بالصحه والسلامه والعافيه وباش تمنيتو. ان شاء الله اليوم غنصايبو بريوات باللوز، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندي نص كيلو ديال اللوز، غادي نخوي عليه الماء يكون طيب. ونغطيه لمدة 4 ساعة و10 دقائق يتنفخ ونرجع نقشرو. من بعد ما خليته 4 ساعة تنفخ، ناخذ منه شوية، ناخذها شوية بشوية حيت باقي سخون. ونبدا نفركو بحال هكا، داغ القشر ديالو كيتحيد. كيتحيد بسهولة. انا نكمل اللوز كله اللي عندي بحركة، هاد نص كيلو ديال اللوز، وغادي نغسلو ونشفو، نشفو مزيان من الماء، ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما نشفت اللوز مزيان ما بقاش فيه الماء، خديت مقله درت فيها الزيت، غادي نحط فيها شويه بشويه الزيت سخون. نخليه يتخلى، من بعد ما تقلى تقلعي شوية، ما نخليهوش حتى يتحرق، غنطفي عليه البوطة. غنحيدو من الزيت، الشكر خليه يقطر. ونخليه يبرد شوية ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. من بعد ما قطر اللوز من الزيت
عندنا نص كاس ديال السكر سنيده. غنبقاو ناخذ اللوز في الطحانه ونضيفوا عليه شويه السكر، نطحنوه معاه حتى نساليو. غناخذ المسكر حره منها غير شويه، ناخذ غير حبيبات غير هاد المعلقه هاد المسكه هادي، نديروها في مهراز، ناخذها حبيبات ماشي بزاف ما نكثرش، مع شويه ديال السكر سنيده. السكر سنيده غير باش يعاوني ندقهم، ندقهم شويه. من بعد ما طحناه ولا رطب في مره، عندنا نص كاس زبده مذوبه، عندنا معلقه د القرفه صغيره، غادي نخوي عليه معلقه د القرفه صغيره، وغنخوي عليه ديك المسكه مع السكر اللي طحنا اللي دقينا عفوا، خلطوهم مزيان. هذا الشكل تيوليو مزيان مخلطين. من بعد ما خلطتهم مزيان نخوي عليهم نص كاس ديال الزبده مذوبه، خلط مزيان حتى يتجمع داك اللوز حتى يدخل فيه الزبده كلها. انا ما تجمعش ليا اللوز بنص كاس ديال الزبده، زدت واحد ربع كاس زبده مذوبه غنزيدها عليه، وانتم عينكم ميزانكم حتى يتجمع اللوز. باش يعاوننا على الخدمه تيتجمع في مره. هانتي دابا عاد داك يتجمع دابا بارك صافي. من بعد ما خلط جميع المقادير مع اللوز ولا بهذا القوام هذا، غادي ناخذ كويره منه شويه نشكلها على شكل كويره هكا هكا هو. انا نكمل كميه اللوز كلها اللي عندي ونرجع ان شاء الله. ناخذ الورقه نقطعوها القطع اللي غنديرو بهم بريوة، يكونوا قطع متساوية. من بعد ما قطعتها غادي نحطها في كيس بلاستيكي باش ما تنشفش ليا، وغناخذ منها جزء اللي غنخدم به. خديت معلقه ديال الدقيق درت عليها الماء، خليته القوام اللي يجمع اللي غادي يلصق به بريوات، وعندي كويرات اللي درتهم من قبل ديال اللوز وغادي نبدا نشكل فيهم ان شاء الله. نبداو بسم الله، نخدمو بيدينا بجوج، بحال هاد الشكل هكا،
نحاولوا نلصقوها غير شويه. الزياده اللي عتبقى نحيدوها هاكي كتجي. نعاود وحده اخرى قادوها بيدينا الا شناها ما مقاداش. هاي بشويه نخدمو بيدينا بجوج هانتي نلصقوها بشويه ديال الدقيق ماشي بزاف. انا نكمل الكميه اللي عندي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. من بعد ما كملت الكميه ديال الوراق اللي عندي هالكميه ديال البريوات اللي عطاتني النص غادي نديرو في علبه ونديرو في مجمده من نبغيه نجبدو نقليه ونديرو في العسل كيجي طري ديك الساعه كيجي حسن. والنص غادي ندوز ان شاء الله نقليه دار. عندي الزيت حطيته سخن وعندي العسل عندي صفاي فاش غادي نصفيه. غنبداو على بركه الله. شوفوا الزيت واش سخن بسم الله سخن الزيت نحطوها شويه بشويه. ونخليوهم يتقلاو. من بعد ما تقلاو تحمروا غنحطوهم في العسل ونكمل الكميه كلها اللي عندي ان شاء الله بالقلي ندوزها للعسل بعد نشوف الشكل النهائي ان شاء الله. من بعد ما ساليت جميع البريوات اللي عندي بالقلي على الشكل النهائي كيجيو مقرمشين وشاربين العسل ولذيذين. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم نتمنىكم تجربوها وبالصحه والراحه.